كنا في الدار ما بينا ما علينا حتى تنسمعوا داك الشيء تيطرطق، الراجل جالس في الفوق. شويه بقيت نعيط عليه حتى لقيتو السلام عليكم، هبطت لتحت. طلعت انايا دخلت من واحد الحفره تحت، عتقوني الدراري بعدا جبدوني للزنقه صافي. لقيتها شحال كانت الساعه؟ والله بنيتي ما عرفت. المهم الفايق انا هو طلع المريض شويه، طلع قال لي كدرني راسي، طلع يتكا يتكا هكا ينعس. حتى شافي حتى واحد شويه تنسمعوا داك الشيء تيطرطق، ما عرفنا من باش تبلينا صافي. طلعتي عنده باش تقضي؟ طلع زعما نقدو، لقيتو صافي لقيتو تيعيط ليا تحت التراب، حتى ما بقاش تيعيط ليا. والدراري الزنقه سميتو هما اللي جبدوني من واحد الباب هكا جبدوني صافي. قلتي لي راه طلعتي لسطح وطحتي؟ اه طلعت زعما باش نعتقو، وانا مع الظلام الضو مقطوع، وجبنت لي واحد الحاجه جاتني بحال كارطونه بحال حفره ما عرفت، دخلت منها وطحت حتى انا تحت لتحت، وضربت في الرجل وضربت في واحد اليد، واحد اليد هنايا صافي. هذيك لقيتها راجلك اش كان كيقول لك؟ تيعيط ليا تحت الارض، اه فاطمه وفاطمه، ولكن ما 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 جينا فين نعتقو حتى لقيناه مات صافي. مع ديك ثلاثة الليل جاو الدراري تيحفروا تيحفروا حتى جبدوه مسكين، جبدوه مري ميت، داروه في المنطة حطوا حدا دوك الناس الاخرين اللي ميتين. راه شحال من واحد مات حدانا؟ ايوا ماتوا شي ستة ولا سبعة يا الناس. لا الصور جديد تابع الأمزمي، يا أمزمي الصور جديد يا ايوا صافي. تقريبا يكون من توفى من واحد؟ ايوا يكونوا شي ستة الناس ولا سبعة اللي توفوا، بين ولاد وبنات والرجال والعيالات صافي. دفنوهم نهار السبت، داروا لهم الكفن ودفنوهم هكاك صافي. بالنسبه لهذاك الصباح ملي صبح الحال، واش وعدكم السلطات تقولي تقدم لا زعما ما خصنا حتى شي حاجه، مهلين فينا تيعطيونا من الماكله تيعطيونا كل شيء، ولكن خصنا فين نسكنوا؟ السكنه هي اللي مهمه، ما لقيناهاش احنا دابا مكفرسين هنايا صافي. بنهار راكم في الصدر؟ ياه، وفي الليل راه كاين البرد. والله بنيتي لا البرد كاين البرد بزاف في الليل. تنطلبوا سيدي ربي يعطيونا هي فين نسكنوا، اللي تنطلبوا باقي صافي صافي. انا الدار ماشي ديالي، عاطينها ليا غير الناس في مراكش، عاطينها لينا شي شحال هادي، ورا دابا رابت علينا ما لقينا باقي في الطبلات فين نسكنوا. بالنسبه للدوار كله راب؟ اه كاين اللي راب، كاين اللي مشقوقه عليه الدار، كاين اللي سميتو هنا دراع السوق، كاين السور جديد ليه صافي. بنيتي هذا الشيء اللي بغيت نقول، هذا الشيء بغيت نطلبوهم غير يعطيونا فين نسكنوا. انا بقيت دابا انا والولد اللي بقينا صافي. الولد ديالك؟ انا مريضه بالثقه، تندير الرابوس شويه، بغيت كنت بغيت نموت بداك سميتو. اي والولد عنده ديك 22 عام ما خدام والو، باقي قاعد ما خدام والو، تنطلبوا لسيدنا يعطينا فين نسكنوا. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي، وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.